هي الحقيقة وسأعود إليها. أولا لماذا اخترت هذا الموضوع؟ اخترت الموضوع لأنني في بصالة تحضير إن شاء الله كتاب حول العلاقات الدولية، وهذا الموضوع هو كان مبرمج في أحد فصول الكتاب وكنت أؤخره إلى النهاية، ولكن لما طلب مني أن أتدخل في الموضوع فكرست له بعض الوقت، وفيه فائدتان. فإذا أنه أنا أكون في شكل محاضرة وفي أخرى سيعود بالفائدة على الكتاب الذي أتمنى أن أسلمه في هذه السنة أو في السنة المقبلة إن شاء الله. طرحت أيضا لأننا هو موضوع الساعة، يعني أنفر منها موضوع الساعة لأننا نمر كما في الفترة التي عشناها بعد نهاية الحرب الباردة، قام هناك نقاش كبير وعريض حول النظام العالمي الجديد، تساؤلات من معنى النظام، من معنى النظام العالمي الجديد. ولكن في تلك الفترة كنا نعيش نوع من التفاؤل أن الحرب الباردة انتهت، وبالتالي ندخل في إطار نظام منفتح، نظام آخر، فينا كثير من التفاؤل. نظام عالمي، كنا ننتظر نظام عالمي جديد واعي. الآن شيء آخر، ولكن العامل المشترك بينهما بين نهاية الحرب الباردة والآن هو أننا نعيش تحول من نظام إلى نظام. نحن في فترة انتقالية عشنا في 1990 على الأقل جبنا 45 ما عرفناش، ونعيش الآن في هذه الفترة أيضا تحول من نظام إلى نظام آخر. هذا هو العامل المشترك بين طرحين. لكن الآن نحن في مرحلة طرح متشائم لأننا نعيش وضع دولي ونتساءل بتشاؤم حول مستقبل النظام الدولي أمام الفوضى الجارية التي نعيشها وخطر بلا حرب عالمية ثالثة. ونوعية يكفي أن استمعوا إلى الخطاب الأخيرة، خطاب بوتين النووي والتدريبات على السلاح النووي، خطاب مخيف. الحقيقة هو أن هذا الموضوع، موضوع طرح النظام الليبرالي أو النظام الدولي بشكل عام، بدأ يطرح هذا الموضوع بحدة قبل عقد ونصف، ابتداء تقريبا 2007 طرح النظام العالمي ويستمر إلى اليوم بحدة أكثر. لماذا؟ لأنه هناك تساؤل وقلق لا حول مستقبل النظام بحد ذاته كنظام، ولكن كنظام ليبرالي كما نشأ وتطور منذ 1945. الإشكالية هي موقفنا من هذا النظام الليبرالي وبعد الأزمة التي يعيشها، وماذا يمكن أن يأتي بعد هذا النظام. تساؤلي كان هو هل يمكن أن نتطرق إلى هذا الموضوع بموضوعية وحيد بموضوعية ضرورية. الموضوعية ضرورية لأننا ندرس النظام ومآلاته بموضوعية وصرام، ولكن الحيال ربما سيكون صعب لأننا كلنا لنا أحكام مسبقة، كلنا لنا تقييماتنا ومواقفنا لما نشهده من أحداث
وتجاه النظام العالمي الذي نراه، نرى مصداقيته تتهاوى يوما عن يوم. بالتالي انا شخصيا، وهنا احدد محدوديه الموضوعيه او هي او موقفي، انني لن اكون محايدا. انا شخصيا لست من دعاه ومتمني انهيار هذا النظام على علته وعيوبه. نظام غير كامل، نظام له عيوب، ولكن انا شخصيا لست من دعاه ان ينهار هذا النظام، في ان يتغير ويتجدد ويتحسن، ولكن ان ينهار لست من دعاه. وانا لست ممن يرون ان النظام يخرق، وان هناك من يقول هذا النظام انتهى لانه لم يعد صالحا. فانا لست من هذا الجانب، من هذا الرأي. أنا لست ممن يرمون كما يقول المثل الفرنسي الرضيع مع ماء الحمام. لماذا؟ أولا يجب أن يميز بين النظام وممارسة النظام. التمييز في العلاقات الدولية الحديثة، يعني العلاقات الدولية منذ القرن 17 حينما طرح النظام كعملية بناء إرادي وعقلاني وتوافقي قائم على أهداف ومبادئ وقواعد ومؤسسات. الطرح هذا لم يصبح ممكنا إلا مع العلاقات الدولية الحديثة، لم يكن من قبل. لذلك تنظيم العلاقات الدولية بشكل عقلاني وإرادي وعلى أهداف أساس ومبادئ، هذا شيء جديد في الحياة في التاريخ البشري منذ 2017. التمييز بين النظام وممارسة النظام يعرفه ريمو أرون المعروف في السياسة في العلاقة الدولية، يعرفه بالتعارض الأخلاقي في السياسة الخارجية للدول بين الضرورة وهي المصلحة الوطنية، ويسميها بالمشكل الماكيافيلي، وبين المثال بناء السلام الشامل، ويسميه بالمشكل الكانتي كونتيان. ولما يصل هذا التعارض بين الضرورة والمثال ويصل مداه، يحل التعارض بالحرب. لحد تجريبيا وتاريخيا يحل التعارض بالحرب ويتغير النظام كما حصل منذ القرن 17 إلى 1945، لما كان التعارض كبير، لما اقتربنا من تغييره بالقوة إن كان ذلك ممكن، وهي المعضلة التي نعيشها اليوم، هو أن هناك تعارض بين المشكلين، مشكل الماكيافيلي والمشكل الكانتي، إلى حد التشكيك في أسس النظام وفلسفته واستعمال القوة والتهديد بالحرب الشاملة لقلبه وتغييره، مع العلم أن الحرب هذه حصلت ستكون كي تعالى الكون العالم، وربما سيكون ليس قضاء على النظام ولكن قضاء على العالم. يجب ان نعلم ان النظام العالمي الحالي الذي نعيش فيه او في كنفه ليس وليد 1990 ولا 1990 فقط، بل هو محصله لخمسه قرون من أفكار وتجارب وأحداث وثروات وتوارث وحروب وسيطرة واستغلال واستعمار، بدأت مع النهضة في أوروبا ثم الحداثة، وهي حسب
الفيلسوف جاسبر، الفيلسوف الالماني جاسبر، الحدث يشكل فتره محوريه اج اكسيال من الفترات المحوريه في التاريخ البشريه، منذ ان تعرف الانسان على النار واكتشف اللغه واكتشف ادوات العمل الى الحدث. اربع، هو حدد اربع فترات محوريه، منها الحدث هي تشكل حدث محوري او فتره حواريه. وبالتالي بالنسبه لي انا الحداثه ليست مشكلا اوروبيا، كانت مشكل اوروبي من نشأة اوروبا، ولكن اصبحت ظاهره ذات طابع عالمي، وهناك حداثه واحده، ليس حداثات بل هناك تحديثات محليه، ولكن هناك حداثه واحده هي التي نعيشها في جميع نواحي حياتنا، وحياتنا الداخليه وحياتنا الخارجيه وحياتنا الدوليه حدث. ولكن هناك تحديثات، هناك ممارسات للحدث حسب الثقافات وحسب الحضارة. ثم إذن النهضة، الحداثة، ثم فلسفة الأنوار، ثم الثورة الصناعية، الحرب العالمية الأولى والثانية، فنهاية الاستعمار، ثم امتداد النظام إلى العالم الثالث. هذا التاريخ لهذا النظام متوافق تقريبا. كانت هناك فترات لمحاولة تغيير اتجاه ولكن لم تنجح. الدول التي أنشأته بقيت هي نفسها التي تتحكم في هذا النظام إلى اليوم. إذا منذ نشأة النواة الأولى لهذا النظام عام 1648 بنظام ويستفاليا في أوروبا، حتى الصيغة العالمية الحالية، مر هذا النظام بما يسمى بالوفاق الأوروبي في 1815، ونظام عصبة الأمم في 1919، ونظام الأمم المتحدة 1945، وصمد في وجه محاولاته الدينية والتقييمية للقضاء عليه من طرف لويي كاتورز ونابليون وهتلر، وخرج سالما من الحرب الباردة. فشئنا أم أبينا، فهذا النظام على علته وعلى عيوبه يبقى في رأيي مكسبا للإنسانية، رغم أنه نشأ في بيئة محدودة وبقوة معينة، لكنه أصبح نظاما عالميا تقريبا ليس عليه اتفاق في كل جوانبه، ولكن عليه اتفاق أساسي بين جميع الدول الآن هي عضوة فيه. وسنرى على أي مستوى يقع هذا الاتفاق. إذن في رأيي هذا النظام هو مكسب للإنسانية مهما ارتبط تاريخه بالسلبية المآسي. لماذا؟ لسببين. لأول مرة تاريخ منذ 45 هناك نظام عالمي يشمل كل الدول معترف بها الطرف، على أساس ماذا؟ على أساس المساواة في السيادة. أنا أقول النظام، لا أقول الممارسة النظام. لما نميزوا هذه المسألة؟ على أساس المساواة في السيادة، ويتوفر لأول مرة في التاريخ العالمي، التاريخ البشري، يتوفر على نظام قانوني شامل متقدم تؤطره شبكة كثيفة من المؤسسات والأنظمة التي تغطي مختلف المجالات من الحياة الدولية. ثانيا، لأول مرة في التاريخ على الإطلاق أصبح من الممكن نظريا وفلسفيا على الأقل الطرح الأخلاقي للعلاقات الدولية، تجاوزا
واحد التقسيم انقال به مؤسس المدرسة الإنجليزية أو العلاقات الدولية مارتن وايت، حينما تساءل عن لماذا ليس هناك نظرية سياسية للعلاقات الدولية السياسية، وأجاب بكون أنه هناك فرق بين الداخل والخارج. الداخل له قابلية لأن يبحث فيه عن رغد الحياة، وهذا هو مجمل السؤال السياسي الداخلي، رغد الحياة لا بونزي. أما على المستوى الدولي ليس هناك إلا مجال للبقاء على الحياة، هذا يجعل بأن على المستوى الفلسفي والنظري لم يكن هناك طرح أخلاقي للبحث في لابونلي، وهذا أصبح ممكن مع هذا النظام منذ 1945، لأنه أساسا أقيم على فلسفة تمكن هذا الطرح من أن يطرح. غير أن هذا النظام هو الآن يوجد في أزمة عميقة، والذي هذا النظام هذا بات ينعت الآن بالليبرالي، وهي هذه التساؤلات اللي غادي نطرح. بأي معنى يفهم وصف النظام بالليبرالي؟ ما المقصود بلحظة الأحادية القطبية الأمريكية؟ لحظة، وهل بقاء هذا النظام الليبرالي مقرون ومرتبط ومربوط ببقاء هذه القطبية الأحادية أو لا؟ وما هي ثم السؤال، ما هي التحديات التي وقع يواجه هذا النظام؟ وهل هناك بديل؟ هل هناك بديل أو بدائل غير ليبرالية؟ يمكن يكون هناك بدائل للنظام، ولكن هل هناك بدائل غير ليبرالية لهذا النظام؟ وإذا كانت هناك بدائل غير ليبرالية للنظام، هل نكون نحن أمام تقدم أو تأخر في العلاقات الدولية؟ هذه الإشكالية الأساسية. أذكر بأن ما ندرسه هنا في كلية الحقوق، على الأقل في كلية الحقوق الاقتصاد، هي مجموع المفاهيم والمسطرات والقيم التي لا نقولها ليبرالية ولكن هي ليبرالية. لا ليبرالية، أنا أعرف بأن كلمة ليبرالية لا تعجبنا نحن العالم الثالث ولا في العالم العربي بخصوص أعود إلى هذه النقطة، لكن هل يمكن أن نتصور أن ندرس مثلا القانون الدولي؟ القانون الدولي لا يشبه القانون الدولي الكلاسيكي الذي ورثنا في القرن التاسع عشر، لا، القانون الدولي ما بعد 45 شيء مختلف تماما، لأنها أدخلت مفاهيم وعناصر وقيم كذا ليبرالية، ما عندك ما تقول لها شي حاجة إلا ليبرالية. سنعود إلى إذا إشكالية، وإحنا واش حنتوقع؟ هل سنتقدم إذا تغير هذا النظام وانهار، أم سنتراجع إلى الوراء في العلاقات الدولية وسنعود إلى العلاقات الغادرة، أو على الأقل العلاقات ما قبل العلاقات الدولية في الثلاثينيات أو في أواخر القرن التاسع عشر أو حتى قبل الحدث؟ يمكن نعود إلى هذه العلاقات، وبالتالي سنكون تأخرنا ولم نكن تقدمنا. بعد هذه التوضيحات سأمر الآن إلى النقطة الأولى، هي ما نقصده، ماذا نقصده بالنظام العالمي الليبرالي. في اللغة العربية لا نجد ترجمة لكلمة ليبرالي أو ليبرالية، وهذا يشبه هذا ما نعرفه عن كلمة ديمقراطية وديمقراط، ليس هناك ترجمة باللغة العربية ديمقراطية ديمقراطي
نستعملها كما هي من أصلها اليوناني. ليبرالي أصلها القرن التاسع عشر، كلمة ليبرتي وليبرال وليبرال وليبراليزم التاسع عشر. لا نجد ترجمة، وحتى في الوعي العربي كلمة ليبرالية أو ليبرالي لها وقع سلبي، لها وقع سلبي، ولا نترجمها أو لا تترجم بالعربية إلى معانيها المتصلة بالحرية، ويفضل اكتفاء بكلمة ليبرالي بلفظها اللاتيني لالتصاقها تاريخيا. لماذا؟ لالتصاقها تاريخيا بالاستعمار والرأسمالية والاستعمار إلى آخره والإمبريالية، فلا نحبها. ولكن الديمقراطية لا، عندها وقع إيجابي خلاف كلمة ليبرالي أو ليبرالي، لكونها أيضا هذه الكلمة في الوعي العربي تفهم على أنها مذهب يفضل الحرية على العدالة والفرض على الجماعة والماديات على الروحانية. كنا نزيد. وعندما يوصف النظام الدولي بالليبرالي عندنا في وعينا أو في العالم الثالث، فيكون هذا الوصف بمعناه السلبي والنقدي لا بمعناه الإيجابي. هو المشكل ديال الكلمة الليبرالية في الوعي العربي على ما أحس وأشعر وأرى. في أوروبا لأسباب تاريخية تقع الليبرالية سياسيا مذهبيا على اليمين أو اليمين الوسط، والليبرالية في أوروبا تقارب تقابل عفوا بالاشتراكية، مقابل الليبرالية بالاشتراكية. وبالتالي فالأوروبيون لحد الآن لما يتكلمون عن النظام الدولي يتكلمون عن النظام الدولي، لا يقولون النظام الليبرالي. النظام الدولي تسمى النظام، ويوصفونه بأنه النظام هو ما يقوم على قواعد أساس مسكتور. هذا موقف فكري من الليبرالية، لأن الليبرالية أوروبا تقابل بالشرقي، ونحن نعرف بأن في أوروبا خلاف الولايات المتحدة الشراكية كانت قوية جدا، خلاف الشراكية كانت قوية، والحرب الباردة كانت بين الليبرالية والشراكية. وبالتالي فالأوروبيين لا يريدون وصف على خلاف الأمريكيين النظام الدولي بالليبرالي، حتى يقوموا محايدين اعتقاد نظام مظهره محايدا مذهبيا. أما في أمريكا فالأمر مختلف جدا. الواقع لم يبدأ وصف النظام الليبرالي على الساحة الفكرية والنقاش إلا مؤخرا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية. لماذا؟ لكون مفهوم الليبرالية له معاني مختلفة على المعنى في أوروبا وعلى معناها في أوروبا، ومختلفة حتى في أمريكا. فسياسيا تقابل الليبرالية بالمحافظة، الليبرالي هو ضد المحافظ، والليبرالي في أمريكا يقع على اليسار لا اليمين، والمحافظ هو الذي يقع على اليمين. فالليبرالي في أمريكا هو في أمريكا في بن كله اشتراكي يساري في أمريكا. الليبرالي في أمريكا هو من يميل للدولة الرائية، يميل أو هو ذو ميول ديمقراطي اجتماعي، ديمقراطي سوسيال أو اشتراكي وحمائي بروتكسيونيست. شو الليبرال شون بروتكسيونيست؟ الديمقراط سون بروتكسيونيست في البداية ديالها. أما محافظ فهو المناصر للدولة الدراكي ليتا جوندارم، و يقدم الحرية على العدالة،
والقطاع الخاص على القطاع العام، وحرية التبادل على الحماية. إذا المحافظ قليدي في الولايات المتحدة، فسياسيا نقول بأن سياسيا قبل ما يجي تأتي الإدارة ترامب ولا التيار دونالد ترامب، كانت أمريكا سياسيا بين الجمهوريين المحافظين وبين الديمقراطيين الليبراليين، تقولون الليبراليين يعني يساريين. أكاديميا، ماشي سياسيا الآن، أكاديميا في العلاقات الدولية الليبرالية تقابل بالواقع، يعني لوك وكونت وآدام سميث مقابل ماكيافيل وأوبس وكولبر. الويلسونية والمأساسة مقابل سياسة القوة وموازين القوة، أولوية الاقتصاد والرفاه مقابل أولوية السياسة والأمن، الربط مقابل الفصل بين الداخل والخارج في السياسة الخارجية، يعني هذه كلها فوارق بين الليبرالية والواقعية. فبهذا المعنى الأكاديمي للليبرالية يوصف الآن النظام العالمي بالليبرالي، ويدور الجدال الحاد الآن حوله بين المدافعين عن باسم الأممية الليبرالية الانترناسيوناليزم الليبرال التي طبعته منذ 45، والمنتقدين له باسم الواقعية السياسية الذين لا يعتبرونه ليبراليا بالمعنى الصحيح والشامل إلا بعد نهاية الحرب الباردة. الواقعيون يقولون نحن أمام نظام ليبرالي ليس منذ 45، فقط بعد نهاية الحرب الباردة، أما قبل فكنا في إطار نظام واقعي. الحرب الباردة ما كانش نظام ليبرالي، نظام ليبرالي كان في العالم الغربي، أما العالم ما كانش ليبرالي. إلا بيبقى تقول لها النظام الأساسي في إطار العام، يعني الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة، المؤسسات الثانية كان على أسس ليبرالية. والواقعيون احنا الواقعيون هم يعني يحاربون الليبراليين، صراع مذهبي او فكري نظري بين الليبراليين الواقعيين على المستوى الاكاديمي في الولايات المتحده. والازمه التي يمر بها النظام الليبرالي يفرحون له ويروح واقعيين، ليس لمسائل ذاتيه، لا، لانهم يفكرون في دور بلدهم في العالم، فيقولوا بأن كل ما كانت الدولة الأمريكية ليبرالية ولا من المشاكل، إذا تعود واقعية في السياسة واقعية في العالم فلا نبقى، يعني أنه هناك اتهام للليبراليين بكونهم يعطون الولايات المتحدة رسالة في العالم، وما خصهمش تكون عندها رسالة في العالم، مصالحها هي الأولى. ترامب يقول أمريكا فرست مثلا. أما الليبراليون فيعتبرون النظام العالمي الحالي ومنذ نشأته كليبرالي، لماذا؟ على هذه الأسس، لا نقول طبعا الأساس، الأسس أو الاعتبارات الآتية. أولا، هو نظام أنشأته الدول الديمقراطية الليبرالية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، وحمته وعززته خلال الحرب الباردة تجاه العدو المذهبي آنذاك المعسكر السوفيتي بسياسة العزل واحتواء، حيث أن النظام الليبرالي لم يكن عالميا ولكن كان يحكم ثلثين بين القلوب من العالم. شوف الأخر بقية لنظام المعسكر السوفيتي اللي كان محدود وكان منعزل على الاقتصاد العالمي، بالتالي كان
دبلي بلد وخير، لو ولو انه لم يكن عالم بناء جيو استراتيجي كان عالميا في الواقع، لانه كان الذي يتحكم في العلاقات في الشمال والجنوب، العلاقات داخل العالم، فكان هو المهم.